حياكم الله مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء. أصدرت رابطة أهالي بنغازي للمهجرين بيانا بشأن حرق جثث الثوار في مدينة بنغازي من قبل عصابات ما يسمى عملية الكرامة. الرابطة في بيان لها طالبت كل الحقوقيين المحليين وفي الخارج لتوثيق جرائم الحرب التي قامت بها ميليشيات الكرامة وقائدهم المزعوم المدعو حفتر، موضحة أن محاولات البعض في هذه الأوقات لإيجاد دور لمجرم الحرب حفتر في المشهد هي دعوة لاستمرار حرق البيوت وكذلك لخطف المواطنين وقتلهم في كل المدن الليبية، وإن المكان الصحيح لحفتر وقادة ما يسمى الكرامة ومحكمة الجنايات الدولية وليست المفاوضات. هذا وارتقى 3 شهداء من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي في الاشتباكات التي شهدتها منطقة قنفودة اليومين الماضيين، وذلك حسب مصدر من المجلس. المصدر قال إن 8 من مقاتلي المجلس أصيبوا بجروح متفاوتة. هذا وتشهد محاور القتال بمدينة بنغازي هدوءا حذرا بعد اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وميليشيات الكرامة في اليومين الماضيين. إلى ذلك شن الطيران الحربي التابع لما يعرف بعملية الكرامة السبت غارة جوية استهدف فيها المدخل الغربي لمدينة درنا، وذلك حسب مصدر من المدينة. المصدر قال إن طائرة من نوع ميغ-23 شنت غارة على منطقة الحجاج الغربي، مؤكدا أن القصف لم يسفر عن وقوع أي أضرار مادية أو بشرية. هذا واستهدف الطيران الحربي التابع لميليشيات الكرامة الأسبوع الماضي عدة غارات استهدف فيها المنطقة الصناعية بمنطقة الفتايح. قامت مجموعة مسلحة مساء الجمعة باختطاف الناشط السياسي صلاح البكوش في العاصمة طرابلس، وكشفت مصادر مقربة من البكوش أن عملية الاختطاف تمت في منطقة حي دمشق على تمام الساعة 10 مساء عندما كان في طريق عودته إلى منزله. هذا وتشهد العاصمة طرابلس عمليات اختطاف واسعة منذ دخول حكومة البعثة الأممية إلى المدينة، وشملت هذه العمليات نشطاء سياسيين وحقوقيين إضافة إلى خطباء ومشايخ. أخيرا عقدت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني من كافة مناطق ليبيا سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لإحياء الذكرى 6 لثورة 17 فبراير، وذلك صباح الخميس بمدينة طرابلس. المجتمعون اختاروا لجنة للإشراف على الاحتفالات قامت بدورها بتشكيل مجموعة من اللجان النوعية معنية بدراسة المقترحات المقدمة التي تحتوي على مجموعة من الأنشطة موزعة على كامل شهر فبراير القادم. إلى اللقاء.